دلوقتي عندنا عصير الفراولة بالكيوي، الموضوع في منتهى البساطة اللي في الحياة. انا هجيب البلندر بتاعي كده، وبس قبل البلندر هو في اجراء كده لازم نعمله. معلش عايزين نقطع الكيوي. انا عندي كيوي اهو، سكينة ترانشات كده، نقطع كده. شرايح الكيوي يبقى شكلها حلو قوي في التقطيع، بس على فكره انا بقطع دلوقتي عشان ده هسهل بيه بس المأمورية على الخلاط، لان الحاجات دي هتتخلط. بس في شريحتين كده لازم هشيلهم على جنب للتزيين ضروري. حته كده ممكن الاولانيه دي بتبقى ناشفه، نطيرها. لو لقينا حته شكلها فوتوجينيك كده وابن حلال زي الحتتين دول مثلا، هنشيلهم على جنب للتزيين مثلا يعني كده. وعندي واحدة تالتة كمان اهو. عندي كمان دول شكلهم حلو بس يعني كده. واجيب بقى دلوقتي البلندر اللي عندي. يعني لا شكلهم ظريف دول، عجبوني اكتر من الجداد الاولانيين احلى. وابدا اجمع الكلام ده كده. وعندنا حوالي يعني ملو كوبايه كده فراوله متقطعه انصاص كده. وفي كوبايتين حليب خالي الدسم. كده. واربع معالق كبيرة سكر فاكهة. لو عاوزين تحلوا بعسل نحلة براحتكم. بس المقدار ده طبعا مش لكوبايه واحده، دول هيطلعوا عدد كويس من الكوبايات يعني مش قليل. وفي عندي عصير ليمونتين وكيس باودر كريم شانتيه، ده من غير خفق بيتحط كده زي ما هو. وابدا بقى اتجه للمزيج اللي عندي واضرب. لو عاوزين تحطوا تلج مجروش على الموضوع ده اوكي، لو بس يعني بصوا التلج مثلا يا ريت نشوفه مع بعض. يعني لو التلج خارج من الفريزر مكعبات كده ما ينفعش، ده ممكن يكسر السلاح بتاع الخلاط. لكن لو عايزين تجرشوه ممكن تحطوه في كيس نايلون تنزلوا عليه بشاكوش المطبخ هيبقى هايل، بس انا ما لحقتش اعمل كده عشان وقت الحلقه. او في مكنه اللي بتجرش التلج. ممكن بقى الحل الثالث ان انتوا تحطوه سليم في وسط العصير. نضرب بقى. وانا هكتفي بكده لاني عاوز اشوف الحبيبات اللي حضراتكم شايفينها في البلندر دي، الميكس ما بين الاخضر والاحمر رائع. الاخضر طبعا الكيوي والاحمر الفراوله، وادي كؤوس التقديم اللي عندنا. وهثبت السلاح عشان ما يقعش مني زي ما بيعمل كل مره، حركات القرع اللي بيعملها دي كده. واعتقد كمان المقدار اللي عملناه يعمل كاس ثالث ورابع اعتقد. هنجيب فراولايه، ده اقتراحي كده للتزيين، نقسمها كده ونحطها بالطريقه دي، بعنقودها زي ما هي. وهجيب واحده كمان نفس الموضوع كده. ولو حابين تحطوا
مكعبات التلج لو حابين ممكن، هيبقى لطيف وهيعوم كده على الوش، هيبقى ظريف.